تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم موصول إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات، الساعة كم يا جمال؟ السادة الأفاتارات ونص شوكة، كويس. السادة الأفاتارات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معلش يا جماعة، المفترض اللايف يكون كان من جبيل، كويس. المفترض يكون من جبيل، لكن للأسف يعني المشاغل وزي ما بقول طبيعة الدنيا زي الموج، خلاص تشيل وتودي، فنمشي ونجي ومشغولين وأسر وكل زي برنامجكم الاجتماعي الضاغط يعني كل جمعة وكل ويكند. عليكم السلام علي أبو إدريس، عليكم السلام سليمان حسين تقلي، الله يحييك يا أخ تسلم. البلالابي مجاهد قال لي تأخرته، معلش. محطات صغيرة كده من المؤتمر الوطني. طبعا يا جماعة كلكم انتم شايفين الفيديوهات وشايفين حل المؤتمر الوطني وجوطة في الشارع وكده وعاك وعوك وعيك، خلاص الاحتفالات وما بين فرحان وما بين كان داير القرار ده يتم بشكل أكثر حسما واقتلاعا من الجذور، وكله إن شاء الله جاي. الصوت بيقول لي الصوت ما واضح عندكم أيها السادة؟ الصوت عندكم الآن واصل واضح ولا لا؟ إذا كان الصوت ما واضح يا ريت الناس تكلمنا، يا ريت لو الصوت ما واضح الناس تكلمنا، كويس. وإذا كان الصوت واضح يا ريت الناس تكلمنا. عشان شنو؟ عشان لأنه معلش نعتذر يا جماعة، الناس اللي بيقول لي اللايف متأخر، معلش بس الدنيا ظروف ذاتها. الصوت واضح؟ كويس؟ ولو الصوت واصل لكم يا ريت أي زول لايك شير للفيديو، اللايك أسفل الفيديو على يدك اليمين، الشير أسفل الفيديو على يدك اليسار. كويس؟ يا ريت لايك شير للفيديو، اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين، الشير اسفل الفيديو على يدك اليسار، زايد ملصقات ده اللايف لو واضح. اها شنو محطات كده من المؤتمر الوطني؟ المؤتمر الوطني طلع شنو؟ يلا يا هود القرار طلع قال يتحلى، يلا المؤتمر الوطني ده محطات. يا اخواننا انتوا كتير بنشوف الناس اللي عمركم 28 سنه وتيح الديل، كويس؟ الناس اللي اصغر مننا بسنه ديل، هو يا جماعه دارين الصراحه، والله انتوا في حاجات ما عشتوها زينا كده. انا اوريك محطاتنا مع المؤتمر الوطني. يا زول احنا صغار بدينا نعي الدنيا دي، سمعنا بواحد اسمه عمر البشير، خلاص بدينا نعي الدنيا يا داب الوقت داب. في واحد اسمه عمر البشير وفي واحد اسمه الزبير محمد صالح، خلاص نحن شوف. وفي في 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 شيخ اسمه الترابي، كويس. يا زول نحن في الروضه، والله اذكر في روضه القضارف كانوا بيرددونا ونحن اطفال الوقت داك، ماما قمر القضارف ربنا ان شاء الله يديها طولة العمر يا اخي، درست كل اجيال القضارف يا اخي الاستاذه القديره ماما قمر. فاتذكر يعني كان في استاذه ثانيه في الروضه، ما هي في استاذه ثانيه يعني ثانيه كانت بتردد، كان في غنية نحن معاك قال والشعب يسير الله ينصر عمر البشير، نحن كنا نشوفها طبعا الله معاك والشعب يسير الله ينصر عمر البشير وكده. اتذكر خلاص يعني انا بقول لكم انتم في اوجاع كده ما مريتوا بها، كويس. بقول لك انه في يا صادق انا بتكلم معك، انت بتكلم عن الناس الاصغر مننا ديل، كويس. انا عارفك اي نعم زول هناي، لكن يا اخي في اوجاع كده حضرنا. بعدين يا اخي ما تفتح التلفزيون، التلفزيون ده وقت تمشي عليه، اوعى شفت فتحتك للتلفزيون قاسيه. وكان هذا الرجل يعادل 30,000 رجل، كيف عرفتوا كيف؟ وكان رجلا ثقيلا قويا وكان كل دمنه، خلاص كل اي ولك. وذهب الى الدبابه، خلاص. طبعا اسحاق احمد فضل الله بيسرح بينا، اسحاق احمد فضل الله انا ما اعرف الحال قاعده تاثر على مستوى عقله شنو، حاجه بتكيفه وحاجه بتاذيه وما عارف في حاجه بيسويها مصيبه يجي يزعجنا بها نحن. يعني امشي ساحه الفداء دي اسميها ساحه الغباء، امشي شوفها يا اخي. يا جماعه اسحاق احمد فضل الله يظهر في التلفزيون يقول والله العظيم الغزاله جات للمجاهد قالت له اطبحني في سبيل الله، ما يخافوا الله، يقولوا عشوش زغرتت لهم لما هم داخلين الجنوب. وحينما كان ماجد لياي، الله يغفر لك غايته، انت شلت مهينه كله كله، والله من افضل المذيعين من ناحيه الصوت، من افضل المميزين يا ماجد لياي، لكن والله افسدتها فساد بكوزنتك دي، والله افسدتها فساد. يا اخي امشي شوف 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 ماجد لياي، مين يجيبوه زي ده يشبكك ليناي. هذه العصفوره التي زغردت لهم حينما كانوا داخلين الى كابويتا ارض العبور، جيبوها لنا في التلفزيون زغرت، جيبوها لنا دارين نشوفها بعيننا، جيبوها لنا. طبعا بكره لما تمشي المدرسه لو نمشي مدرسه الدفاع الجوي الوقت ذاك نمشي الطابور الصباح، طبعا طوالي استاذ علي اللي حامر، خلاص استاذنا اللي عامر زول والله 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 زول اسلامي متعصب لهم هناك، يقول لنا هوي انا والله اقوم ادق اقوم اسي، انا النار دي قاعد فيها لي 4 سنه،
كنت في الجنوب قاتلتها، اه تاني اخاف من شنو؟ اتذكر، يلا شفت استاذ علي ده بكره بيثبت لك انه العشوش زغرتت وعندها بنت خالتها كانت ضيفه معاهم ذاتها قاعده فوق في فرع الشجره، خلاص جاتهم زياره هي ذاتها زغرتت معاهم، وبيغني حق ذاته شفتها، وكانوا يجوا دلافين علينا قال النشاط الطلابي، نشطوا 200 انا ما عارف لك، يوم واحد ما نشطوا، بيجوا ناس قال اداره النشاط الطلابي، نحن بنكون قاعدين زي ده باذن الله، اه بيجوا ماشيين ده الموضوع يا الراشد، خلاص بنكون قاعدين يجوك بكره شايلين لهم ورقه خلاص مكتوب لك فيها شنو ما عارف لك زاد المشاكل زاد اسمه شنو كويس زاد المجاهد قال خلاص والكلام كثير جدا كانوا يا زول قاعدين لنا ليك بيها خلاص يجي يقول لك قال ان احنا وان احنا وان احنا وان احنا خلاص دايرين نفعل ونترك يجي يشيلوا لك القروش يا زول ويجوا في المدرسه احنا كنا نشوفها ويجوا يشغلوا لك طبعا الليله هو يا ليله شنو شهيدنا عرس الليله الزفتي وملائكه ما عارف ليك والجنه والحوري خلاص اي والله يا عبد العزيز مختار يا اخلاق التحيه شفتها تتكوز الرجاله والله تتكوزن رجاله يعني انت طفل وتمشي تفتح وين اقول لك تفتح التلفزيون انا هذا لبوا يا شباب نهمه شهيدنا الطاهر ضحى بدمه وطاير طيري وبسرعه بينه الى فقيري استاذ يوسف بصوت العنج يا استاذ عبد العزيز لانه كان هو رجل ضابط حتى هو خلاص وفي نفس الوقت استاذ يوسف كان برضه من تنظيم الجبهه الاسلاميه يعني في المدرسه زمان تمرق الشارع لا حديث الا عن الجهاد خلاص الجهاد والناس يقاتلوا وما بعرف لك شنو ويجب ان وتمشي تفتح التلفزيون هكذا هو جون قرن ديما بيور يجيبوا لك جون قرن قاعد يتكلم هذا جون قرن الذي احرق المصاحف بالامس وانت طفل يحاولوا يغزوا في مفهومك الكراهيه تجاه الاخر يخلوك انك انت تقوم طوالي مباشره تكره حاجه اسمها جون قرن قبل ما تشوفه ذاتك وقبل ما تعرفه زي الناس خلاص فاطمه احمد ابراهيم خلاص بتتكلم فاطمه السمحه الله يرحمها تتكلم كده أشرت كده عملت تحية احترام كده جايبين لك ها هي تسجد لجون قرن وشياطينه موسيقى كده ساعة الفداء يا أخي المرة عملت كده يا أخي عملت تحية يا أخي زي اليابانيين جت عاميين منه كويس قالوا ها هي تسجد لجون قرن خلاص وتركع له وما عارف ليك ونحن كنا نشوفها أقسم بالله أتذكر الكلام ده خلاص بعد شوية يجيبوا لك ناس الشهيد يقول لك ديل ناس ماجد كامل خلاص وياسر معروف الأسد الكاسر ويوسف سيد الغضب الهادر وشوف وداعة خلاص ويجيبوا لك يا زول شفت الدولة انت ماشي في الشارع تسمع البوس نهنك بتنادي كذا ان شاء الله نموت شهداء قال ونضرب كل الاعادي ومن اجل الدين انا بتذكر الكلام ده كانه امبارح انا بتذكر محمود عبد العزيز الله يرحمه محمود الافاتار المولود في اكتوبر 1967 في مستشفى بحري محمود عبد العزيز طلع غنى اغنية المدفع الرزام غناها ساي في الله كذا في الله محمود عبد العزيز غناها وجاد جاد 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 يعني اقول لك شنو طق زي ما بقولوا في الوقت والله وبالله مسكوها كتك قال شنو قال دي طوالي جابوها بيجوا يجيبوها في ساحات الفداء خلاص أغنية المدفع الرزام وما عارف ليك شنو يا جماعة لكم أن تتخيلوا خلاص ده السودان والله العظيم هسه ناس كثيرين كويس يقول لك قال يا أخي يجيبوا لك يا زول وتمشي تفتح التلفزيون تلقى الحكاية فوضى خلاص وعمر البشير يجيبوه ينطط ونحن والله خلاص وما عارف ليك شنو وعارف أنت طفل انت قادر تفهم معي المطار الوطني يقوم يحاول يخطك في تيارات بتاعت اشكاليات انت تمشي المدرسة داير تدرس داير تقرأ داير تتعلم تمشي زي ده تلقى المنهج بتاعك شنو مسكننا وكيف تتعلم ان تبني بيوت الطين وبيوت القش خلاص الناس في البادية ديل لما دايرين يبنوا جوجر مسكننا ما حاجه بالبديهه رب العالمين الهم بها اي بدوي واي زول بيعرف يتكيف ويتعايش مع الظروف اللي هو فيها خلاص مسكننا وملبسنا وكيف بعلبه الطين الكلام ده ذكرته على مستوى ساحات الاعتصام في مختلف المسارح والمحطات يجيبوا لك قال علبه الكبريت وعلبه السجاير قال تاخذ فيها الطين قال تدق بها قال بيت الطوب والله بتذكر استاذه فايزه غايت والله يسامحك بتذكر والله الليله جريت حساب كويس استاذه فايزه الله يسامحك كان عندنا استاذ احمد قلع النحل ده كمان ده بس مين يجي يلقانا واقفين زي ده طيبه على طيبه طيبه تسيب الترطيبه ما عارف نحن الكيزان ما فينا جبان شايف قبل شويه والله شايف بعد شويه يسمنه شايف قبل شويه فتح الرحمن هناك شغال وشغل جد خلاص فتح الرحمن دريبات الله يلا التحيه والتقدير كويس فشنو انا كنت اتذكر الكلام ده كويس ويا زول الناس دي كلها دي دار تفتح يجيبوا لك قال وشنو السعن والمشلعيب شوف عين العالم بيدرس الانشطار النووي
العالم هناك مدخل الناس اللي في عمرنا ده الوقت داك سنه رابعه المعامل والمساكن خلاص الوقت داك ها ديل هنا شابكين لك شنو؟ شابكين لك ليك كيف حلتهم بالبي كويس وكده اتذكر ده ملبسنا خلاص سلامتنا وفاتنا قتلنا ما اعرف ليك تجي تاني كده عندهم حاجات كده تمشي تاني تلقى الاسريه سنه ثالثه خلاص والغزل والنسيج يا زول انت بتقريني منهج ولا انت بتحشيني حشي ساجد انت بتحشي الطلاب ديل كلام فارغ ما بفيد ولا بقدم الطالب بيطلع ما عارف حاجه خلاص الطالب ما بكون يتثقف الطالب ما بكون درس المناهج بتاع بختار رضا الزمان خلاص ماذا ارى ابدا ديارك ام بدا امل النفوس على سراك مشيده هذا الكلام ما قيل ساكت خلاص ما قيل ساكت بختار رضا دي لما بيدخل عبد الله الطيب في يوم من الايام وبتتغنى صهي كنار وضع يمينك في يدي خلاص لكن للاسف الشديد انت الطالب بتلقاه ما دارس ايوه بالفعل الانسان الكون الطالب زمان بيدرس دول حوض النيل بيكون عارف السودان ده حوله كم دوله خلاص بيكون عارف السودان ده فيه شنو موارده شنو بيكون السودان هو فاهم الطبيعه الجغرافيه والديموغرافيه بتاعته التعدد والتنوع بالنسبه له والثقافه الانسان بيطلع بذول واعي خلاص المواطن السوداني يعني مؤتمر الخريجين ده كتجربه حديثه في السياسه السودانيه مؤتمر الخريجين خلاص من 1938 لما اعلن خلاص من قبل ما ينادوا بيه وناس احمد خير المحامي وناس خضر حماد وابراهيم احمد والجماعه دي كلهم مؤتمر الخريجين خريجين ديل منو انتوا قايلينهم ما ناس في الثانوي وناس في الجامعه منهم ناس في الثانوي وناس في الجامعه شهاده الثانوي اللي بعد المتوسطه انذاك تعتبر هي شهاده كويس هي شهاده والله شهاده الثانوي زمان تعادل شهاده الجامعه هسه خلاص الليلة لليلة أنا بعرف ناس من أهلي بعرف ناس من معارفي مرة بتلقاها عمرها 50 سنة بتلقاها 60 سنة بتلقاها إنها إنجليزي وهي تسألها تقول لك حدها سنة سادسة حدها أولى متوسطة أقسم بالله العظيم ليه بتلقاها عندها إنجليزي لأنه المنهج ذاته قوي خلاص المنهج كان مركز على ثقافة الطالب وعلى تقويته خلاص أسي الليلة لما تجي تمسك لما تجي تمسك التلفزيون شوف الناس بيدرسوهم شنو أنا كنت نازل الفندق في الدوحة هناك الزول الساكن جنبي كان تونسي أتذكره في بطولة كاسيم كان تونسي يجي يتونس معي كان بيقول لي نحن من صغار والله نفتحوا التلفزيون نشوفوا القنوات بكلامه الجميلة يقول لي أنا بفتح التلفزيون بعاين في القنوات بلقى القناة الإيطالية الأولى القناة الفرنسية الثانية بيقوموا بثقافة بتاعت لغات خلاص واختلاف ألسنتكم من حكم الله في الدنيا الله جعل اختلاف في اللسان في السحنة في الشكل من الناس والدواب بمختلف ألوانه كذلك أن يخشى الله من عبادي العلماء كويس يقول لي نحن كنا بنسمع هنا بنسمع كده خلاص والله ناس رابع وكتاب زادوا مساهلين كويس بيقول لي نحن بنطلع خلاص يلا زمان كانوا الناس المناهج بتاعتهم كانت قوية لما في حاجة اسمها وزارة المعارف والعلوم لما كان الوقت ده وزارة المعارف والعلوم بتعنى بتعليم الطالب لابد من إعادة المنهج الوطني لابد من إعادة منهج يوري إن القوات المسلحة يجب أن لا تقتل شعبها ويجب أن تقاتل العدو ومنهج يوري الطالب بأنه حلايب وشلاتين الغذاء والصحة لا إله إلا الله يا أخي ذكرتني يا أخي والله كلامك صح شو كويس شفت ده ما عارف ليك شايف في ناس بدوا ينكتوا ذات وحاجاتهم زعلانين شوف ده حصادة دراسة ما عارف ليك قطاعة حشائش خلاص التربة ما عارف ليك والتفكك الجزيء يا جماعة خلاص يا جماعة عشان كده كويس أنا بقول تاني وبعيد وبكرر خلاص وتاني بعيد وبكرر كويس بإنه مناهجنا ذاتها بتحتاج خلاص بانه مناهجنا ذاتها بتحتاج لعمليه بتاعت جلسه زي ما بقولوا من جديد يلا كانوا ديل الكيزان شفت تجي تمسك الجريده تقول دار تقرا جريده سايف يلا جريده كده بس دار تطمئن تشوف الوضع شنو يكتبوا لك ما عارف لك امريكا ما عارف تحرك اسطولها نحو السودان 200 خلاص كده ورينا 200 حركت وخلي الكذب كويس يا اخي بس ما تضحكوا عندي لكم موضوع ما تضحكوا خلاص عندي لكم موضوع ما تضحكوا ضربت مصنع الشفا طبعا عندك ما خلتنا النوم لو كده كان واحد عمره 8 سنوات ما خلتنا النوم نهائي افتكرنا انه الطائرات دي هتضربنا كلنا في السودان يلا شفت سنتنا دي كويس سنه 98 دي نحن شوف فعل الوقت ده انا اتذكر ضربت مصنع الشفا للادويه معانا استاذ ابراهيم يعقوب الله يطول عمره والبقيه فجاه خبر عاجل شنو السودان يا جت وجت لا المسائل دي خلونا هنا خالص كويس السودان تم ضربه كده يا اخي خطاب البشير خطاب عمر حسن احمد البشكير رئيس الجمهوريه جاء خاطب اول كلمه قال وعليه فقد هاجمت السودان 5 طائرات امريكيه
دخلت من اربعه اتجاهات. الخمسه ديات من وين طلعت؟ من تحت الارض. اسمعوا الكلام ده كويس، ده قاله البشير. عمر البشير قال في خمسه طيارات، والله طياره واحده جات، ما في، خلي الكذب ده، والله والله تقاريرك ضربه، والله معلوماتك غلط، خلاص والله طياره جات ما في. طرد صاروخين من البحر الاحمر، خلاص ضربتهم بيت ملازم اول، خلاص من البحر الاحمر هنا انطلقت من الاسطول، جاءت دقت حتى 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 كانوا في زول واحد مات تقريبا في الضربه دي، كان هو الغفير. كويس، البشير قال خمسه طيارات. ثاني يوم كان وزير الطيران والرادارات، منو كان؟ عبد الرحيم محمد حسين، والله انا بتذكره لك لغايه الان. كويس، عبد الرحيم محمد حسين سألوه ثاني يوم، قال له السيد عبد الرحيم محمد حسين، يا اخوانا ده منهج الكيزان، ده المؤتمر الوطني تم حله، خلاص. سألوه عبد الرحيم محمد حسين، ما رأيك في 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 ضربة مصنع الشفا؟ بتذكر قال لا استطيع ان اتحدث، ارى دخان يتطاير وكده، بتكلم وللآن. لما قاموا ضغطوه المرة الثانية قال هم حقيقة كلام السيد الرئيس، هم خمسة طيارات. الطيارة الأولى ناس بربر شافوها ورر جات ماشية كده، والطيارة الثانية يا جماعة ده وزير، يا إخوانا ده وزير. شكرا حمدوك، شكرا حمدوك البتة، ده وزير، ده ده ده, ده وزير عبد الرحيم محمد حسين، خلاص ده وزير. طيارة جات ماشية بجاي هنا، يلا جاب لنا نظرية الدفاع بالنظر، خجلنا بقانا قدر ده. والله الوقت ده كان في الكويت في قطر، والله يجي ماجي زي ده يسالوني انت عندكم وزير قال دفاع بالنظر، والله انا ببقى صغير قدر ده. عليك الله عبد الرحيم محمد حسين، عبد الرحيم محمد حسين البرلمان بيناديه، عبد الرحيم محمد حسين تعال، انت هجليك سقطت، ابيي سقطت، خلاص اسم الشركه في كنجي على الحدود حفره النحاس محاصره، خلاص انت القصه شنو يا عبد الرحيم محمد حسين؟ ها ما تجي؟ ما يجي. يقول لي ليه ما جيت البرلمان؟ ها يقول لهم كنت امارض ام الرئيس. ام الرئيس؟ كنت تمارض ام الرئيس؟ ده عبد الرحيم محمد حسين ابطشت كما يشاع عنه، خلاص انا ما اعرف القصه دي حقيقيه ولا لا ولا كده ولا كده. كويس، لكن يقول قال شنو؟ يقول قال والله نحن بعدين يا اخي السلاح، طبعا نحن جيشنا ده عندنا كثير من الاسلحه ما في، عشان نكون واضحين. انا كنت قاعد اقول لهم كده مازحا احيانا، قاعد اقول لهم عندنا بعض السلاح ذاته قاعدين، شفت ندينه من قطر ذاته بنرجعه لها الساعه 2 نهايه المهرجان، شفت ذاته العسكري، شفت كان عبد الرحيم محمد حسين جابوا لك في المهرجان طيارات ميجو سوخوي فوفوفو معاهم دبابات وبتاع. سالوه في شنو؟ قال هذه القوات هي ان تكون سندا ودعما لاخواننا في فلسطين ان شاء الله. فلسطين هو الوقت ذاك، نحن هنا داقيننا في اليرموك، داقيننا في اليرموك الوقت ذاك. كويس، ده عبد الرحيم محمد حسين، اسمعوا الكلام ده، عبد الرحيم محمد حسين. كويس يا زول، نحن عندنا قريبتنا يا جماعه، هو اللي بيضحك بحذره وعين مين هذا هنا يضحك، لازم اكون جادين. دي قصه حصلت جد جد لزول قريبي في صالحه، استاذ اسمه عبد الوهاب، خلاص ولده اسمه عبد العظيم، خلاص ولده اسمه عبد العظيم، ولد الثاني اسمه محمد عبد الوهاب، كلهم في الخليج برا، خلاص من ابناء الجزيره الكرماء. استاذ عبد العظيم ده عنده ودخته مباشره، استاذ عبد الوهاب عفوا، خلاص استاذ عبد الوهاب ده عنده ودخته مباشره بنت اخته، شالوها وين؟ شالوها في جامعه ام درمان الاسلاميه. شوفوا شوفوا المطار الوطني لما يقولوا تحلى، انت المفترض طوالي تفرح لما يقولوا تحلى. كويس، اقسم بالله انا اتذكر الكلام ده كويس كويس. شالوها قاريه علوم اتصالات، خلاص قاريه علوم اتصالات، وهي بتحب الحاجه دي جدا. يا زول الزوله جات الاسبوع الاول والايام الاولى كلها حفظوها سوره البقره وآل عمران وشرح سوره القصص ومرورا بالمؤمنون. يا جماعه الايام ماشيه وهي بتقول بكره، يا جماعه انتم منهجكم ده بتنزلوا 200؟ قالت لهم 200. قال لها منهج شنو؟ ده منهجنا. كيف يعني ده منهجنا؟ انا جيت قلت اتصالات، علوم اتصالات. قال لها نعم دي اتصالات. اتصالات وين؟ انتوا شغلكم ده تحفظوني قران؟ قال لها لا، اتصالات مع الله سبحانه وتعالى رب العالمين الذي سينزل علينا رحمته. دين الكيزان، دين الكيزان، انت دين الكيزان يا جماعه. والله والله هذه القصة والله الزول ده ساكن صريو، ساكن صالحة جنب مسجد التقوى، امشوا له هناك احكي عليكم استاذ عبد الوهاب. خلاص دي بنت اخته طوالي قالت لي انا قاري اتصالات وقدمت اتصالات، خلاص ده شنو ده فجأة شابكيني المنهج كله يعني مديني مواد حفظ وكده، وين اللي هناك؟ قالوا لا ما هذه دي اسمه شنو، خلاص دي اتصالات. قالت لي ما اتصالات، دي تربية اسلامية. قال لها لا، اتصالات نورانية، اتصالات مع الله جل وعلا. يا اخواننا دين الاخوان المسلمين، يا اخواننا ديال الاخوان المسلمين. كويس، ده منهجهم في السودان، ده منهجهم، الطريقه بتاعتهم اللي قمنا بيها، خلاص الطريقه انه انت تسمع دمغه المجاهد. يا عمر الرزيق الله يحييك اسبوعين لقدام، خلاص قال لي دمغه المجاهد، دمغه المجاهد دي لخبطه ساكت يا اخي، خلاص والله العظيم.
كويس، دمغه المجاهد ودمغه الجريح الجاب نافع علي نافع خلاص، ومحل ما مشيت تسمع الا في الاغاني بتاعت قال الجهاد كويس. وتعال هنا شوف انت 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 ولدك يموت، لاحظ نحن اخيرا في ثورتنا دي الزول لو قتل ولا استشهد الناس بتمشي والدموع في عيونها والدم قصاد الدم ما بنقبل الديه. ها ديلك كان ولدك يموت خلاص، يموت الولد يجوك من هناك بو يقفوا لك قدام البيت ها ويشغلوا لك الليله هو يا ليله. وقال لما بيسوي كده تخيل فهمت، الله اكبر الله اكبر، في سبيل المال قمنا نبتغي رفع الشواء لا لاخرى قد عملنا نحن للصيني فداء او للطيني فداء. كويس يجوك ناطين لك انت زول مفجوع بابنك فقدته خلاص، يجوك من هناك ناطين يقولوا لك شنو، يقعدوا قال دايرين يعملوا لك نفسهم فيها المجاهدين. كثير من الاسر طبعا تمت طردتهم جدا لانه ما ينفع طبعا ما ينفع تماما. كويس فكان شنو، كان محاولة برمجة المجتمع، المجتمع ده كان متعايش، المجتمع ده كان متعايش، المجتمع ده كان باراته في الشوارع، المجتمع ده كانت البيوت حتى المعروفة وين، المجتمع ده بعد ده كله كان متعايش، كان بعد المجتمع ده ماشي، كان نسبة الاغتصابات أقل، كان بعد ده دائرة الهناية، في كلام كتير، خلاص وفي تفاصيل كتيرة بيدوها لكم أهل الاختصاص وعلم الاجتماع والحاجات دي، كويس، كان المجتمع ماشي، فجأة كده يوم ما بس شفت أقفل بس أقفل أقفل، خلاص يا جماعة ده 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 ده, ده 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 طريقه خلاص. جو بعد ده قال اسلمت الشعب وكسر رقبه ويتوت ماشي مع بيت مالك خلاص، والبيشرب ما عارف ليك سياره ما عارف ليك بيدخل الجنه بيدخل النار وشنو ما بعرف ليك، ويجي البشير طبعا ينافق في التلفزيون ان احنا كنا صغار الوقت ده خلاص، ويجيبوا ليك زول مين تجي تمسك زي ده خلاص، مين تجي تمسك والله تفتح التلفزيون تشوفهم زي ده الاخوان المسلمين شكلهم واضح. اول حاجه انا اوريك حاجه، احنا كنا صغار شفتها نكون قاعدين تليفون يا اخي انت زيني ثاني تحرك شايف، شوف انت بتكون قاعد احنا نكون قاعدين في امان الله، يجيك يكون عندك جارك اخو مسلم مؤتمر وطني يذكر الكلام ده كويس شفتها، يكون مؤتمر وطني مين يجي يلقاكم ثلاثه اربعه قاعدين شفته في العمود زي ده يجي ما شاء الله ما شاء الله. شفتين شفت عمل كده اللي بس عندك طوبه خطها في جيبك كويس بس طوالي ما شاء الله يا سلام ما شاء الله مين جاك زي ده ما في حاجه، اسمع الكلام ده كويس خلاص والله العظيم جد كويس. دي نقطه اولى، بعد ما يجيك زي ده يقول لك والله ما شاء الله ارى هذه الوجوه النيره، ان شاء الله وجوهكم تكون اظلم من بلوتو، ان شاء الله وجوهكم شفت تكون اشد لخبطه من خريطه الكنتور، المهم هو اللحظه دي بالنسبه لي وجوه نيره خلاص. يجيك زي ده هي الوجوه النيره المتلألئه ما اخو مسلم فلازم يالفوا هنا انت بتقول له يقول لك طبعا اولا عشان احنا نقدر نستفيد طبعا ويجب انت قال لك تستفيد تمالك استاذك خلاص عشان نستفيد وكده يجب انه نكون لجنه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا كنتم ثلاثه فامروا عليكم واحدا، كويس صرنا هنا الاخوان المسلمين عارفين الحديث ده، فامروا عليكم واحدا ان شاء الله يعني طال هو الوسيخ ده رقبته هو طبعا هو الكلام ده كله ماشي وياي هو انت فامروا عليكم واحدا، فنحن كنا صغار زي ان شاء الله بكره بتلقاه بيشتري بدله انت وماشي وطبعا هذا من نعم الله علينا وتاني يمشي كويلي لنا هناك يمشي ده منهج الاخوان المسلمين، ده المنهج اللي قمنا به، ده المنهج شفت تفتحه في التلفزيون يجيبوا لك شفت النفاق بتاعهم ده ما عارف ليك. ونحن لما داخلين يا اخي قال القرود كانت بتمرق الالغام عليك الله المطرد ما تخاف الله فينا انا والله انا بتذكر انا والدي كم 30 سنه عسكري بيكره لك حاجه يسي مكان ساحه الفداء، نحن نكون بنحضر زي ده الحاج ده يقول لي يا اخي عليك الله اكفلوا يا كده الحوار، اقول له يقول لي ده كذب ساي يا زلمه تقول لي دفاع شعبي شنو مسوي زي ده في جيش قوات مسلحه. فقالوا الدكتور جون جرانج دي موبيور يقال انه من الناس الاسرهم زمان يقال كان بيقول لهم اوه يا جماعه انتوا وقت اسرتوا قال ناس لابسين كاكي اخضر ده جيش ديل جو بتعليمات ديل ما تسالهم ديل خلوهم خلاص لانهم ديل لو ما جو بدهم طلقه في راسهم بيصفوهم، لكن اللي بيقولوا لي دفاع شعبي ولا اواليك ده كان قبل تجيبوا خلاص هو اللي بيمرقهم من الجامعات بيقول لهم انتوا ديل شفت ديل جيبوهم لي يا زول. قال مره قبضهم فقال في واحد كده كان من ضمنهم عمك كده عامل لحيه ومحتسب والنوع اللي قلت له السلام عليكم بيقول لك عليكم السلام وبيبكي معاك ذاك فهمت بيعمل نفسه الايمان ده قاطع قلبه البتتا فهمت. فده قاعد زي ده لما سمع قال جون جرن قال لهم جيبوا الدفاع الشعبي وامسكوه مع ديموم قال في زول كبير كده من الدفاع الشعبي فكاه بكيه كبيره
فقال بكى قال له علي، قال له خلينا يا جونجرك ما تقتلنا. فقال جرك عايل له كده كاك كاك كاك، ضحك قال له مالي اراك تكرهين الجنه في انت. فيلا كان دينهم اقسمت يا نفسي لتنزلن لتنزلن او لتكرهين. خلاص والله عبد الله بن رواحه ذاته يكون شفت نيدي مع اللحظه اللي قالها فيها، كان عارف يجي بيستخدموها ناس نافع بعد ذاك كويس. فالشغلانيه يا زول قال له شنو؟ قال له مالي اراك تكرهين الجنه. فالشغلانيه بتوري انه يعني نحن قمنا كويس والله العظيم، تعالي كده في الشارع تلقى الوقت ده كله الوقت ده دعوات قال للجهاد ونحن نمشي ونقاتل، وفتن اخلاقه مسلو وملء ثيابه رجل. خلاص ويجيبوا لك وكان الشهيد يلبس عراقي يحب اللطبة توشيبا لأنها تقربه من الجنة زلفا، وكان يأكل عروس المولد وكان في انت. انا بسخر منهم هاي لانه انا بتذكر، خلاص انا بتذكر كويس، انا بتذكر ان احنا صغار حرمونا من مشاهد مهمة. ها اقطعوا لنا لؤلؤتي تريد ان تبصر من جديد، عشان يجيبوا لنا اسحاق احمد فضل الله، اقطعوا لنا النمر المقنع الله يسألكم عشان تجيبوا لنا الزبير محمد صالح، ها اقطعوا لنا فتاة المراعي الوقت داكم مسلسل نوار، خلاص الوقت داكم مسلسل الشهد والدموع كويس، الوقت داك وجاء الاسلام بالسلام، ها عشان يجيبوا لك عليك الله نافع علي نافع عليكم دينكم ايمانكم. احنا ما كنا بنلعب لعب، ما لقيتونا صغار لقيتونا شفع، خلاص الوقت داك عشان كده بتغشغشونا، عشان كده بقول لك. وكان يا زول الطيب مصطفى، الطيب مصطفى قال ما بجوز انه النسوان كرعينهم يظهروا في تلفزيون السودان. اقسم بالله العظيم يا جماعه انا بكلمكم عن كوارث كانت حاصله، انا بكلمكم عن كوارث. خلاص يلا يا زول الطيب مصطفى ده كان مدير التلفزيون للاسف الشديد، هو ما البلد محاكم البشير طبيعي الطيب مصطفى يبقى مدير التلفزيون. خلاص والله الذي لا اله الا هو بتذكر، فقال يغطوا رجلين النسوان قال كويس. شفت تلفزيون السودان ده؟ انت بتصحى من الصباح، خلاص بتصحى من الصباح بتلقى ايها الاخوه او ايها المواطنون الكرام بيان عاجل. في انت تقعد تسمع بعد شويه تسمع في حماك ربنا في سبيل ديننا وكده، تكون قاعد كده تسمع بعد شويه ها في شنو البيان؟ يقول لك تقدمت قوات الغزو الاسرائيلي. غزو اسرائيلي؟ ونحن عندنا معاهم جبهه ولا شنو؟ قاعدين نقاتلهم هنا في كرار ولا شنو تقدم قوات الغزو الاسرائيلي؟ هو نحن وين قاعدين نشاكل معاهم؟ خلاص باتجاه طول كرم. انت مالك ومال يا 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 ماجد لياي، مالك ومال انت؟ خلاص يلا طبعا بعد ذاك خلاص طبعا الغريبه مصايب قوم عند قوم فوايد، بيجي يطلعونا احنا في المدرسه، والله بيجي يطلعونا في المدرسه، خلاص ماشيين زي ده، يا كلينتون يا مجنون سيب السياسه وبيع ليمون، الوقت ده كنا نشوفها يجي يحفظونا لها الاساتذه ظلما وعلوا في الارض، والله الاساتذه ديل والله والله لولا نحترم تاريخنا التعليمي، والله العظيم والله نقدمهم لمحاكمات عادله، لانهم قولونا ما لم نقل اقسم بالله العظيم وبدون، يا شوف احسن اقول لو تجيك زي ده، خلاص ويا كوندوليزا يا خوافه سيف السياسه وبيعي جوافه قال كويس وشنو والعار العار عرب الدولار خلاص ويا امريكا خساره الفلاح اسقط طياره كويس وكنا نشوف على الوقت ده كويس. ده المؤتمر الوطني، ده المؤتمر الوطني من الطبيعي جدا من الطبيعي انك انت تحضر حاجه في تلفزيون السودان لكن انت ما عارف حضرت شنو، انت صدق ما حضرت ما عارف نفسك حضرت شنو. طبيعي كان بابكر حنين يجيب لنا شنو، يجيب لنا مسلسل قال ما عارف لك كابتن ماجد وتتواصل الهجمه الامريكيه الشرسه على الاسلام والمسلمين. نحن خلاص نفتح خشومنا نقول في طيارات سوخوي دف دف جاش قاعد تضرب فينا خلاص، وما تزال هذه الهجمات. هذا البسكويت بسكويت كابتن ماجد فيه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا إله الله بابك الحني يا زول، يا زول بسكويت يا زول تاكل السيم لو ما دار تاكل لك، ما دار تعرف للناس وتألف لهم من راسك ساكت يا أخي. خلاص ما ممكن يجيبوا لك هذا البسكويت وجد فيه انه وجد شنو ما فيش، انتوا داروا لكم موضوع تشغلوا الناس عن السكر اللي غليتوه ده، انتوا دايرين تشغلوا الناس عن مواضيع القتل اللي قاعدين تعملوا فيها دي كويس. يا زول الكلام اي والله زمن كوندليزا والله طفل انا ايوه نعم كوندليزا الرئيس مالك ما امبارح ده مواليد كم مواليد 54 خلاص مستشاره امني قومي ووزيره خارجيه اتذكر كويس. والله كلامكم صح، انتوا بتتذكروا الكلام ده كويس يا جماعه. يا اخواننا الشركات الوطنيه في السودان اللي كانت شغاله كم، يا اخواننا المشاريع الزراعيه كانت شغاله كم، يا اخواننا مدارسنا ذات اللي كانت بتنافس وبتتقدم وبتمشي لقدام، يا اخواننا الجامعات بتاعتنا الان نحن عندنا بقت جامعه الخرطوم الوحيده، دي مشكله كبيره كونك يكون عندك جامعه وحيده. شباب لايك وشير، انتوا قاعد شو قاعد تشاهدوا وتضحكوا بالمناسبه ذاته، انتوا في شنو الضحك؟ انا بتكلم والله شفتها تعبت عديد
كويس، تعب تعديل من الزعل، كويس للاحداث دي. الشير اسفل الفيديو على يدك اليمين، اللايك اسفل اسفل الفيديو على يدك اليسار، على الاقل ما تذكرونا. والله احنا كنا صغار الوقت ده نتذكر لك حاجاتهم دي كلها، خلاص بقيت لذيذ، انا اصله لذيذ يا عايش، كويس اصله لذيذ، تسلم كتير يا اخي، كتر خيرك عايش وطايش، ها؟ رغم انك قاعد تتعب الهلالات بصوره مزمل ابو القاسم دي، خلاص 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 اسف، فتحت راسي حيونا من رقابه هلالات، خلاص والله عملت الجضوم، انت هي قصه الجضوم دي شنو؟ لا ما حقيقه. لا والله انا بضحك اي افتراء زي ده، انا كثير من الناس يقول لك جضمتها، يا جماعه دي طبيعتي كده، فهمت؟ دي طبيعتي، في ربا ووهاد، في ربا مناطق مرتفعه ووهاد منخفضه، شوي فهمت؟ بضعف وبسمن، فهمت؟ بضعف سريع وبسمن سريع، دي طبيعتي كده من زمان، فهمت؟ قال ذاكرتك قويه والله، يا اخي ذاكرتي قويه، زلمه مساكين ساجد يا اخي، خلاص الكلام كثير جدا لو جينا نتكلم فيه، لكن شنو؟ انا ملاحظ كثير من الناس يا اخي شنو الجضوم وسمنته وبتاع وني، والله عادي عادي، انا غايته بالنسبه لي ما في سمن، انا بشوف انه دي حمله ممنهجه كويس، بشوف انه ما في اي عمليه او اليه بتاعت سمن، انا 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 شاكر لكم جدا يا شباب، الناس شفت اللي فتحتوا اللايف ده، وخلينا او خليكم معانا دائما وابدا على مستوى اللايف كويس، وان شاء الله يا رب هنستفيد. اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين، هو يا كلام صح كلام صح، شنو يعني في سمن؟ ده كلام سيء يا زلمه، دي اشاعات مغرضه، خلاص اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين، خلاص والشير اسفل الفيديو على يدكم اليسار، شاكر لكم جدا يا جماعه كويس، وان شاء الله حنتواصل وحنتواصل وحنتواصل كويس، ورسالتنا حتمشي. في حاجه يا جماعه يا اخواننا، لغايه الان كثير جدا من الشباب خلاص، وكثير جدا من الرسائل بتردنا، كثير من الناس بيقول لي يا احمد الضي احييك على رجوعك خلاص لخط الثوره، واحييك على انك بقيت تردم لنا الكيزان من اول وجديد، وكثير من الناس يقول لي يا احمد الضي ان احنا نتمناك تكون قدام واياك والتراجع مره اخرى. شوفوا يا اخواننا، انا شخصيا ممكن اخطئ اي خطا، لكن عندي الشجاعه في اني اخطات اي خطا كويس، اي خطا اخطاته عندي الشجاعه اني اجي اعتذر عنه، عندي الشجاعه خلاص، وادعو اي ناشط يخطئ خطا يجي يعتذر عنه، واي كلام انت قلته شعرت انه الكلام ده يتفهم عنصريه ساي او شجع على مشكله، طوالي تجي برضه خلاص تقوم تقول شنو؟ تعتذر عنها. الاعتذار حتى شوف الكلام ده كويس، الاعتذار حتى لو في نوع سخر منك، الاعتذار هو مفخرة ورفع للرأس. فكلامي ده أنا لكل الناشطين، والحمد لله النشطاء الآن هم رجعوا خلاص، وما في حاجة اسمها أحمد الضي رجع زي زمان، بل أنتوا القاعدين زي ما أنتوا خلاص، وكلنا واحد خلاص ولقدام، وساحات الفداء كويس يا أخي. والله ده مش يا إيهاب، مش جننا بالغابة كان خلاص، الكلام كثير جدا جدا كويس، ونقول لقدام خلاص، وفعلا الاعتذار يجب يكون شعارنا كلنا. يلا المطار الوطني يتحلى خلاص، ان شاء الله بكره حنتناقش في لايف ثاني ولايفين وثلاثه، خليكم معانا، شاكر لكم، لايك شير للفيديو، خلوا الرساله توصل.